نبدا اب تو ديت باخبار بلبنان عن بعض المناطق يلي عم بيصير فيها حرايق اكثر من غيرها. اندلعت 3 حرايق امس بمنطقه عكار، وعلى الرغم من اختلاف بقعه الحريق ولكن اللافت بانه المنطقه وحده، وهذا الشيء طبعا بسبب الطقس وارتفاع درجات الحراره. بالتفاصيل، سبب ارتفاع الحراره واشتداد سرعه الرياح باندلاع حريق بارض بلده عكار العتيقه، وكان هالحريق على مساحه من الاعشاب اليابسه والنفايات، واشتغلوا طبعا عناصر الاطفاء بالمنطقه على تطويقه ومن ثم اخماده وتبريده. الحريق الثاني اندلع ببلده حبشيت العكاريه بجبل بابوس المعروف بجبل كربلاء، وين كمان كان في مساحات كبيره من اشجار الصنوبر، وامتدت السنه النيران بفعل حركه الرياح القويه بالمنطقه. اكيد الاهالي كانوا كلهم يعني موجودين عم بيناشدوا الدفاع المدني والجهات المعنيه للتحرك، ولكن اوقات بيصير في شويه هيك عرائيل، اوقات الوقت ما بيساعد كثير، الهواء ما بيساعد كثير، والمنطقه لانه ظاهر بانه خراطيم المياه في اماكن ما قدرت توصل لها، لانه ما في طرقات انه تقدر توصل لهالاماكن البعيده شوي. الحريق الثالث شاب على الجانب الشرقي من جبل البيره بمنطقه كرم علوش، وين عم تشتغل او اشتغلت كثير فرق الاطفاء لاخماد هالنيران. التهمت النيران اكثر من 100 شجره صنوبر وسنديان معمر، إضافة لعشرات الأشجار الصغيرة المتنوعة، وحضرت أطفائيات من الأبيات والقرى المجاورة، حضرت عناصر من الجيش اللبناني للمشاركة بإطفاء النيران. تمت الاتصالات من أجل الإسراع باستخدام المروحيات لأنه بلشت النيران تقترب من المنازل المأهولة. الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة. قضى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نهار السبت بخليج فنلندا، حيث نزل تحت المياه من أجل مشاهدة غواصة سوفيتية غرقت أثناء الحرب العالمية الثانية مثل ما عم نشوف هلأ. وبيوم البحرية الروسية وصل بوتين إلى جزيرة هوغلاند لمشاهدة الغواصة الغارقة يلي كانت بقاع الخليج على عمق 50 متر وبقيت هنيك منذ سنة 1942، وما تم اكتشاف الغواصة إلا خلال سنة 2018، أي بعد مرور 76 سنة على الحادثة. طيب كثير بحبه. إيه. I love him. فظيع. سبورتيف يعني كمان. من الليدرز اللي عن جد هيك بنطر لحتى اشوف كيف رح بيتصرفوا، ان كان بالسياسه ان كان امنيا وان كان بحياته الاجتماعيه، لانه فظيع. وبفتكر هيدي هي مواصفات الليدر، انه يكون موجود، يعني يكون موجود مع الكل، مع الناس، مع وهو شخص مثلهم يعني. اقولك شي نهار رح اقدر اتعرف عليه ان شاء الله، ليش لا؟ مش غلط. اقر مجلس الشيوخ بولايه ماساتشوستس الامريكيه بالاجماع لصالح مشروع قانون بيمنع زواج الاطفال اللي كان مسموح فيه بالسابق. حضرت جلسه التصويت على مشروع القانون حقوقيون ومتطوعون من منظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة يونيسيف وأنصار جمعية معنية بحقوق الأطفال. أكيد أعلن البرلمان المحلي تمرير هالقانون يلي كان تتويج لمساعيهم لإنهاء زواج الأطفال بهالولاية. وكتبت منظمة هيومن رايتس واتش الحقوقية على موقعها الإلكتروني الجمعة بأنه 1200 طفل تزوجوا بولاية ماساتشوستس بين سنة 2000 و2016، وكانت غالية غالبية هالزيجات بتجمع قاصرات مع رجال بالغين. مش بس عنا يعني. لا، بس عم يشتغلوا على هالموضوع وعم بيجربوا يسرعوه قد ما فيهم يعني. ضروري. أوضحت بأنه هالزيجات عم بتعرض القاصرات لخطر الأضرار بصحتهم وإعاقة التحاقهم بالتعليم، فضلاً عن مشاكل الفقر والعنف المنزلي. بيسمح القانون المحلي ب 48 ولاية أمريكية بزواج الأطفال بذر ظروف معينة بموافقة الوالدين وبإقرار قضائي، وبحال توفر هالظروف ما بيكون في حد أدنى لسن الزواج. أما اليوم فالقانون الجديد بالولاية الأمريكية بيمنع زواج تحت سن 18 سنة وما بيقبل أي استثناءات شو ما كانت. رانيا، بيضطر الناس عادة إلى الدراسة والعمل لسنوات طويلة حتى يحصلوا على راتب،
لكن طفلة بكوريا الجنوبية استطاعت أنه تصير مليونيرة وهي عمرها 6 سنوات على يوتيوب بمحتوى من الفيديو لتقييم ألعاب الأطفال. بجربون هي كثير ذكية الفكرة. وتحولت برام إلى نجمة كبيرة بالبلاد بفضل المتابعة الواسعة يلي بتوصل إلى مئات الملايين من المشاهدات، وبتربح الفتاة الصغيرة بالشهر قديه؟ بالشهر الواحد 2.9 مليون دولار. خلص ولو بفضل الإعلانات. والله بجرب أنا الألعاب، ليه لا؟ يلا. دايماً بسأل حالي هل هيدا استغلال للأطفال أو لا؟ ستيفاني بنشوف صورة اليوم قبل ما نختم، يلا، لأنه صورة من منطقة من أجمل المناطق بلبنان بسوق حصرون الأثري، هالمنطقة اللي مصنفة فعلاً تراثية بمنطقة بشري الأرز، وهالصورة من مهرجان الزهور. الطقس غائم مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة 32 درجة على الساحل. هيدي كانت أخبارنا بأبتوديت. وقفة صغيرة بنتابع مع أوروسكوب.